بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت وعدتكم قبل كده إن في بعض الأخطاء على النت يجب إن احنا ناخد بالنا منها. يعني اللي بيعملوا محاضرات أو بيعملوا كورسات ما ينقلوش كده كابي وبيست وهم مغمضين، لازم يتحروا الحقيقة. فأنا جبت لكم هنا أعمل لكم فيديو قصير كده سريع على حاجتين اتنين مكتوبين خطأ على النت، وأنا جايب لكم التصحيح بتاعهم. Our speaker is بروفيسور ناجي عبد السميع. أدي عندنا في الرابر بيز امبريشن ماتيريالز اللي هو الإلاستومرز أو اللي هم النون أكويس إلاستوبريك امبريشن ماتيريالز. في البروبرز بتاعتهم مشروح قايلين، يعني في معمول على سلايد على النت في الموقع اللي هو السلايد شير. انا كنت بقى بحضر وبستعين طبعا بسلايد من المواقع ديت، بس بقى انا فاهم وعارف الاصول بتاعتها. فلما قريت هنا وانا عمال اشرح فوجئت بان قال لك لما الامبريشن ماتيريال الرابر بيز لما الكونسيستنسي بتاعته تبقى هاي، يبقى الهاي كونسيستنسي رابر بيز معناها ايه؟ ايه الهاي كونسيستنسي او الفيسكاس بتاعته زادت من ايه؟ بنتيجه ايه؟ زياده الفيلر، مش نقصان الفيلر. يعني لو قللوا الفيلر الكونسيستنسي هتبقى لو زي ده هنا، ده صح. هنا لو كونسيستنسي او اللايت كونسيستنسي او اللايت بودي رابر بيز، كل دول تسميه لحاجه واحده، معناها ان الفيلر قليل. لما الفيلر قليل يبقى الفيسكاس بتاعته هتبقى لو، وبالتالي الفلو بتاعه هيبقى هاي. طيب وبالتالي الشرينكج يبقى اكتر، لان الشرينكج بيحصل عن طريق الاورجانيك ماتيريال اللي موجوده في الامبريشن ماتيريال. انما الفيلر لا، الفيلر ده ماده خامله ما بتخش في التفاعل ولا بيحصلهاش اي تغيير في الحجم. فبالتالي يعني في اللايت كونسيستنسي هيدينا شرينكج كتير. طبعا لما اكون فاهم الحاجات ديت وانا بشتغل هعرف بقى ان انا عايز اسجل الفاين ديتيل اخد لو كونسيستنسي، بس اكون ايه؟ واخده بفيري ثين لاير، بطبقه صغيره جدا عشان الشركه اللي فيها يبقى قليل على قد حجمها. طيب يبقى اعمل ايه بقى؟ يبقى هاخد الاول امبريشن مثلا في كراون بريدج بعد ما عملت البريبريشن، او في الامبلانت، او في اي حاجه، او في الكومبليت دنش، هاخد امبريشن بالهاي كونسيستنسي يعني الفيسكاستي ماتيريال، يعني امبريشن ماتيريال الفيسكاستي بتاعته هاي. ليه؟ لان الفيلر فيه زيادة مش ناقص، هنا شو مكتوبة خطأ. يبقى لما في الهاي كونسيستنسي يعني اللي هو الفيسكس او الهاي كونسيستنسي رابر بيز هيبقى الفيلر فيه كتير مش قليل، ده غلط او تصحيحه انا صححته. يبقى الهاي كونسيستنسي هتلاقي الفيلر فيه كتير. طيب وبالتالي الفلو بتاعه هيبقى قليل، مش هينساب بيسر وسهوله، فما بسجلش التفاصيل قوي، يبقى اعتبره كانه برايمري امبريشن. بعد كده بقى ايه؟ اخد عليه اوفر اول امبريشن، يعني احط ثين كونسيستنسي رابر بيز واخده على الايه؟ على اعتبره كانه هو سبيشال تري اللي هو الهاي كونسيستنسي. فبالتالي هيبقى ديت اللايت كونسيستنسي هيبقى الفلو بتاعها عالي. ليه؟ لان الفيلر قليل والشرينكج، بس الشرينكج عايز يتبقى، فانا بعوض الشرينكج الزياده ده ان انا بخليها فيري ثين لاير. يبقى هاخد يعني لما اخد امبريشن هاخد بهاي كونسيستنسي رابر بيز الاول، واخد عليه اوفر اول امبريشن باللايت كونسيستنسي. يبقى دي لازم تتصلح. فالناس اللي بياخدوها على العمياني هيشرح كده ومش هيفكر، فتحروا اللي بيشرح لكم لازم يكون متمكن. لان بشوف بعض الطلبه اللي بيدوا كورسات، والله يعني عجبا الطالب يدي كورس، هو الطالب ده يعني بيزيد عنك ايه؟ ده لسه بيتعلم. فما تاخدش العلم الا من ناس موثوق فيها. يبقى ادي الخطا اهوت، وادي التصليح بتاعه. وطبعا الحاجات دي بتنعكس على البروبرتس، وبتنعكس على اداء الماده، وبتنعكس على الفاينل برودكت بتاعك، يعني البريدج اللي انت عامله بقى واخد thick consistency يعني high consistency rubber base الاول كبرايمري امبريشن وتعتبره كانه سبيشال تري، وتاخد عليه اوفر اول امبريشن باللايك كونسيستنسي اللي هو الفيلر فيه قليل فالفلو بتاعه هاي. هو طبعا الشرينكج بتاعه بيبقى عالي، بس احنا بايه؟ عشان احنا خدنا بالثيك كونسيستنسي هو ده البلك الكم الكبير، انما اللايت كونسيستنسي هيبقى فيري ثين لاير. ادي اول سلايد موجودة على
النت في السلايد شير، وده الخطا وده التصليح بتاعه. تاني حاجه في الميكانيكال بروبرتس، وده فيديو كان معمول وانا كنت بتفرج عليه لقيته برضو يعني اخطا هنا. هو بيشرح قال لك ان الـ ان الـ ده مثال على كومبلكس ستريس. عارفين الستريس يا اما كومبريسيف يا اما تنسايل يا اما شير، يا اما الثلاثه دول مع بعض يعني كومبريشن وتنشن وشير فبيسموه كومبلكس ستريس. وهو عموما مفيش ستريس بيبقى بيور، احنا بنسميه كومبريسيف على حسب اذا كان الكومبريسيف هو الماجوريتي هو البريدومينانت هو السايد، وبنسميه تنسايل اذا كان التنسايل ستريس هو يعني الاغلبيه او هو الشائع، ونشير اذا كان الاغلبيه. انما ده مثال على الكومبلكس. فعندنا الثري يونت بريدج لو عندنا دول الاثنين ابارتمنتس، وهو حتى مش عامل هنا البيفوتس اللي هو اللي هم الابارتمنتس، هو بيشرحه كده. فانا انا اللي مزود الحاجات دي كلها وعشان اوضح لكم اكتر بقى. هو بيقول ايه؟ بيقول لك يوجوالي مور ذان وان تايب اوف ستريس اوكير ات ذا سيم تايم. اه طبعا احنا قلنا يعني مفيش حاجه بيور، بس انت بسميه كومبريسيف اذا كان الكومبريشن هو السائد، اسميه تنسايل اذا كان التنشن هو السائد، اسميه شير اذا كان الشير هو السائد. طيب بيقول لك اف بيس اوف ميتال از بينج بيندنج، يعني قطعه من المعدن وانا حطيتها على اثنين بيفوتس اهوت على محوري ارتكاز على اثنين ابارتمنت زي التوس ابارتمنت، وعملت عليها لود، جيت وقفت عليها من هنا، مشيت عربيه او عضيت الابوزنج، جه هنا عمل فورس او لود، هيبقى الابر سيرفيس بتاع البريدج اللي هو فيكسد اللي هو مثبت من الناحيتين الاثنين، هيبقى الابر سيرفيس معرض الى كومبريشن بيكرمش يعني، و الاندر سيرفيس بتاعه هيعرض الى تنشن يتشد. وانا بشرحها للطلبه ازاي، بقول لهم لما الواحد يفرد دراعه كده وحد يجي يضغط على الدراع من النص من فوق، دراع هيتنل تحت، يبقى الجلد بتاع دراعي من فوق هيكرمش هيعرض لكمبريشن، والجلد في الاندر سيرفيس بتاع الار بتاعي هيبقى يعرض الى تنشن. طيب وعندي بقى محوري الارتكاز عند الدعامتين اللي شايلين هيبقى فيه شيره. هو غلطان هنا، قال لك ايه بقى؟ يبقى هو مش قال صح، هنا كومبريشن عند الابر سيرفيس وعند اللور سيرفيس هيبقى تنشن، وقال لك عند الانر وقال لك عند الميدل ات ذا ميدل هيبقى فيه شير ستريس. لا مش في الميدل، ده عند البيفوتس هيبقى فيه فورس نازل تحت اللي هي ديت اللود اهوت، والبيفوتس بتقاوم اثنين بارل تو اتش اذر معرض الى شير. يبقى ده الخطا وده التصليح بتاعه. اشكركم، وده الرابط بتاع القناه بتاعتي، اعملوا سبسكرايب وشير ولايك عشان يعني ابعت لكم